سوسن في الصباح. ده واقف يا سعد، يا سوسن مش هنا؟ سوسن لا، ما صحيت، ما لقيتهاش. طب ممكن ادخل استناها؟ لا، ما انا لوحدي في البيت. حرام، يعني انت بتخرجش لحد دلوقتي؟ هو ده كلام؟ بس ادخل اعمل الفطار. فين راحة؟ فين يا ست صباح؟ ما يصحش كده، هو اللي ما يصح؟ بقول لك لوحدي في البيت يعني، ماشي، اقعد معاك ما يصح. استنى. أبص يا صباح، أنا عارف إن إحنا كان في بينا كلام يعني، وكان في بينا قصة وبتاع، بس أنا دلوقتي راجل متجوز يعني، الحكاية دي كانت زمان، وأنا بحب مراتي ومخلف منها عيل. وإنتي عشت لوحدي بسببك يا بيه، عمر ما راجل تاني ملا عيني وبتقطع كل ما اشوفها خدلك مني. مش دي صاحبتك برضو؟ انا مصاحبها عشان اكون جنبك، صدقني محدش يعرف حاجه. وسختك يا شيخة، امشي اطلعي بره، ما اشوفش وشك هنا تاني. بتطردني؟ اه مش عايز تخونها يا ماشي على حل شعرها؟ روح والله. بقى عشان مين شافها مع مين دلوقتي. انت بتقولي ايه؟ مين دي اللي بتخوني؟ طيب يا صباح، لقتلك. حاضر، أقول لك على كل حاجة.